سهلة عند راموس، قدم ونصف يمكن قول ذلك في المباراة النهائية للشامبيونز ليج بعد الفوز الكبير على أتلتيكو في الدور نصف النهائي بالنسبة لريال مدريد. الأمر الذي يجعل يخوض مباراة اليوم بالتأكيد بمعنويات عالية وعالية جدا في الوقت اللي في غرناطة. هؤلاء اللاعبين يهمهم كثيرا أن يتألقوا في مباراة يلعبوها ضد ريال مدريد. التألق ضد ريال مدريد أمر مهم جدا على المستوى الشخصي لهؤلاء اللاعبين. أغلب عناصر غرناطة معارين من أندية أخرى، منهم من هو معار من المان يونايتد، منهم من هو معار من تشيلسي، من دورتموند، وهذه كرة لموراتا، لكن أيضا أمام تدخل الكرة في وسط الملعب من جانب يانك فان، تدخل من ليفواري المعار من البلوز، كرة تعود لأوتشوا، معار آخر هو من مالاغا، أوتشوا من مالاغا، سيلفا من تورينو الإيطالي، علي مالي معار من واتفورد، المهاجم أدريان راموس معار من دورتموند، أندرياس بيريرا معار من مانشستر يونايتد، أنكبار معار من تشيلسي. فريق فيه مجموعة من اللاعبين المعارين اللي جاءوا إلى غرناطة بنظام الإعارة، ورغم ذلك فإنهم فشلوا في تحقيق الطموحات المرجوة والبقاء في الليغا. كرة تصل على جهة اليمين إلى لوكاس فاسكيز في وسط الملعب، فاسكيز عودة بعد ذلك إلى راموس، كوينتراو، تمريرات مدريد. الهدف المبكر جعل الأمور في متناول ريال مدريد وجعل المسألة أكثر تعقيدا وصعوبة على غرناطة، لأنه تقريبا المباراة بدأت ب1-0 لريال مدريد. المباراة بدأت 1-0 لريال مدريد، لم يكن عند غرناطة الجاهزية الذهنية تقريبا، الحضور الذهني اللي يجعلهم يتجاوزون الدقائق الصعبة الأولى. لوكاس على جهة اليمين، لوكاس عرضية أخرى داخل منطقة الجزاء عدت من موراتا، كوينتراو يستلمها يلعبها عرضية، فرصة ومن راس الثاني. تقريبا خلصوا على غرناطة في 10 دقائق.